السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير الديزاد. اليوم الحصه تاعنا وين الحارس الاسطوري للمنتخب السعودي، وين يعترف بقوه الحارس مرمى يعني اسود الاطلس، وهو ياسين بونو، وهو وين اعترف بانه افضل حارس في العالم، وقال اتوقع ان يبهر كريستيانو وشباكه في النهائي بنسبة يعني 99%. حارس يعني ما دروكي لا تتبع بولا وتهدر كرة قدم، يعني وين الحارس وين الذي سجل هدف مع نادي إشبيليا في الشامبيونة، ما يتعقلوا عليها هدف الفوز سجله هو 2020 بداية في لا 2021 سجل هدف يعني عالم كورنان حطها بسجلها ودمرها. يعني وين الى احنا الى تبع بولا تبع كرة قدم وما تعترفش نقول لك بلي بونو افضل حارس من افضل حراس في العالم، تجي تقول لي لا ما كان والو، تما انت ماكش تهدر بولا، ماكش تهدر معايا كرة قدم، ما راناش نهدرو كرة قدم. أنا اللي خاطر نهدر عليه تاع الحراس من هنا، يعني واحد قال لي مبولحي، قلت له أنا مش راني نقول لك مبولحي، مبولحي بالك حارس ممتاز، بصح هذا مبولحي بالك ما كانش عنده الحظ باش يلعب في أندية كبيرة، وباش يتحصل على هذا عنده 3 كوب، لا 2 كوب. تاع اوروبا ليغ وتحصل على قفازات يعني ذهبيه في اسبانيا وافضل اجنبي في اسبانيا و يعني وعندو ليتيت ديجا راح مع السعوديه عام الاول ادى 3 تاع ليتيت، ادى السوبر والدوري وكاس خادم الحرمين، ادى 3 في عام دا 4، تحسب له هو تما في عام، تحسب له هو كلاعب، هو شخصية ليه، هو دا أوروبا ليغ، دا أوروبا ليغ ودا 3 تما 4 حارس مرمى. ووصف محمد الداية حارس مرمى المنتخب السعودي السابق في تصريحات عبر برنامج دورنا الغير، ياسين بونو يتمتع بتوازن نفسي كبير ويثق في قدرته ويتدرب بشكل مميز، وهو ما يساعده على الظهور يعني بصورة رائعة مع الهلال. وتابع بونو أبعد العديد من الكرات الخطيرة، فهو نجم المباراة من وجهة نظري، وبالنسبة لي هو الأفضل حارس في العالم، فهو يستحق تواجد مع الهلال. وأكمل هو سر في التأهل إلى النهائي السوبر، ومنح الهلال لقب كأس الملك، وساعد فريقه على حصد يعني العديد من النقاط خلال الموسم الماضي في الدور السعودي. اختتم كريستيانو أفضل لاعب في العالم ويمكنه التسجيل في النهائي السوبر دون أدنى شك، ولكنني أثق في قدرات اللاعب الهلال، توقع أن ينجح في تسجيل على بونو في النهائي السوبر بنسبة 99%. يعني وين لعاب حارس مرمى كبير، بونو حارس مرمى يعني مع سبحان الله، يعني حارس مرمى كبير ما عندك ما تهدر، باعتراف الجميع، هذه باعتراف الجميع اخويا. هذا يعني في القمة، شوبير ما هدرتش على دياز، دياز دار تيترا صاحبي، دياز تاعك حبور،
يا ربي حاجة كبيرة هذو ولا الشيطان. يا ربي بولو بولو ما عندك ما تهدر، ما عندك ما تهدر بولو خويا. بولو حاج كبير، بولو الذي كما نقولوا حنايا ما ننساوش واش دار مع اسبانيا، وما ننساش تاع التيله التاليه تاع هذاك تاع كريستيانو تاع البرتغال اللي خرج لك لاكيت تاع كي راح معاها ولا وبلا وست انقذ. نقولك ما بديش تهضر عليه بولو حارس كبير، اوقف اسبانيا بضربات جزاء الحارس الوحيد يعني في الدوره تاع كوب دي مون 2022 نشهد عليه هو الحارس الوحيد اللي ما سجلوا في زوج مباريات ما سجلوا له ولا هدف، ما سجلوا له ولا هدف. هذه حقيقة تقال، هذه نقولوا هذه حقيقة اخويا. يقول لك لا كي لا عطيته لا كي دايرة تاعك هذه كي دايرة لا لا كاش لا يعني. وجدنا وين كذلك المصري المصري ميدو احمد ميدو قال بان الهلال مثل ريال مدريد والاهلي المصري وخصوص ما زال جائع للالقاب. يرى المصري احمد حسام ميدو ان نادي الهلال السعودي يملك سمه الفرق العالميه الكبرى والتي تقاتل حتى النهايه وتستطيع قلب الموازين في اي لحظه، وتحديد يعني ريال مدريد الاسباني وبايرن ميونخ الالماني. وقال ميدو عبر قناه السعوديه الفضائيه ان ما يفعله الهلال تقوم به أندية كبيرة مثل ريال مدريد والبايرن ميونخ. وأضاف لدينا في مصر أيضا الأهلي الذي يملك نفس الصفات، ولا أستطيع أن تكون في أمان وأنت تواجه مثل هذه الفرق في أي لحظة، يستطيع منافسك العودة إلى المباراة وتسجيل أهداف. صح صح. وأنت نعمد على المدرب البرتغالي المدير الفني للهلال مؤكد أنه مدرب طموح ويملك شغف لتحقيق البطولة باستمرار، وأوضح أن خصوص مازال خائف لتحقيق المزيد جائع لتحقيق المزيد من البطولات والألقاب مع الهلال، وهو ما ينقله اللاعبين ويفرض شخصيته على الملعب على الفريق ويمنحه يعني هوية البطل. اه بصح فيه خبير اخويا، الناس قاعد اعترفت به بونو، بونو الناس اعترفت به، وعرف كيفاش يستفز. هي قال لك نادي عارف يلعب على معنوياتهم. ياسين بونو يستفز لاعبين الاهلي اثناء ترجيحات السوبر. بصح غارديا ماشي بلاك هذا بولو، بولو وين على بالك بلي صنع في الريال من اجل من اجل لعب كاس افريقيا. اوه يعني وقد برز بولو مرة أخرى في ركلات ترجيحية بعدما تصدى لركلة واحدة ليقود بذلك فريق الهلال إلى النهائي، حيث سيواجه المتأهل من مواجهة يعني سيواجه النصر. يا بونوت يا هاي شي قال لهم سليمان لم يكذب، بونو يتألق في ضربة ترجيح ضد الأهلي ويؤهل الهلال للنهائي السوبر السعودية. أنتم سجلوا وياسين بونو يتصدى لركلات الخصم، مقولة ثابتة واليوم بعد يوم يثبت لنا بياسين هذه المقولة. قالها الأسطورة سلمان ورحل ولم يكذب بقولته بمقولته. صعب على الناس تعرفها.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. ويمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.